مرضوش ياكلوها مسلوقة وغنية، قلت اشويها واعمل عليها شوية ملوخية. هو ده اللي حصل معايا اول لما شافوني بطلع الفرخة ويدوبك نازلة بيها وهسلقها، قالوا لك لا احنا زهقنا من الفراخ المسلوقة. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان فيديو النهاردة حقيقي هيعجبكم جدا، وكل اللي بطلبه منكم دعوة حلوة من قلبكم ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. في فيديو النهاردة هتقدري ان انت تستخدمي فرخة زي ما انا استخدمت كده، او حتى وراك صدور دبابيس اللي عندك ممكن تشتغلي بيه، بس بعيدي يعني عن الاجنحة، خلينا في القطع. انا كانت عندي فرخة بس مش كبيرة قوي، صغيرة زي ما انتم شايفين معايا كده، ابتدت ان انا اقطعها لاربعة. وعادة قبل ما بنشتغل في الفراخ او الطيور عموما بنعمل لها المحلول اللي احنا متعودين عليه، ولو انتم لسه ما اتفرجتوش على الفيديو دوت قولولي وانا ابعت لكم اللينك في الكومنتات. بعد كده بجيب حلة عندي حلوة واضيف لها معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، ونزلت بكمية الفراخ بعد ما السمنة سخنت على الاخر علشان انا عايزة ادي الفراخ دي صدمة. وكمان ضفت شوية توابل منهم الملح والفلفل الاسود، تقليبة في التانية لحد لما تاخد لون معاكي لون فاتح خالص، انا مش عايزاها تتحمر خالص معايا. بمعنى اصح انا بسلق الفراخ 3 ارباع تسوية او سلق. طيب ضفت ايه كمان؟ ضفت عليها شوية من الخضار منهم البصل والطماطم وكمان الجزر، ورق الغار، وكمان واحدة قرفة لو عندك حبة هنضيفي. كل الحاجات دي بتدي للمرقة ريحة حلوة جدا. بصي بقى وركزي معايا، فايدة ان انت تعملي محلول للطيور هو دوت ان الشوربة بتاعتك او المرقة بتطلع صافية ما فيهاش اي شوائب خالص، زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفة الشوربة طالعة صافية ازاي؟ لونها فاتح قوي وحلوة جدا وريحتها روعة يا جماعة. انا كده الفراخ بتاعتنا بقت تمام، استوت زي ما انا عايزة 3 ارباع تسوية، مش عايزة تسوية كاملة. ببتدي ان انا ارفعها من على النار، وفي الوقت دوت انا هستغل المرقة اللي معايا، لان زي ما قلتلكم ان هم مش عايزين ياكلوا الفراخ المسلوقة والمحمرة، وبيني وبينكم بيبقى زهق برضو. انت ايه على طول تجيبي فرخة تسلقيها تحمريها علشان انت عايزة مرقة تعملي بيها محشي تعملي بيها مثلا ملوخية؟ لا، شوفي بقى الطريقة دي هتستفادي بيها. كمية بصل حلوة، وضفت عليها ملح فلفل اسود، معلقة كبيرة من البهارات المخصصة للفراخ المشوية، ضفت عليها كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص لو متوافر عندك، وكمان هضيف عليهم معلقة كبيرة من دبس الفلفل اللي انا ضفته دوت، دبس فلفل مش صلصة. ما عندكيش دبس فلفل ضيفي مثلا معلقة صغيرة من الصلصة عشان تديكي لون حلو. بتبلها كويس جدا جدا بعد ما الفراخ بتكون بردت معايا، وفي الوقت ده كمان قبل ما بدخلها هنا الفرن بضيف لها نص كوباية من المية. تدخل الفرن على الشواية مش على الفرن. بعد كده بروح عندي بقى حلة كده حلوة عندك، وتعالي اقولك انا النهاردة عملت الملوخية او طشة الملوخية بالمشقلب. يعني ايه بالمشقلب؟ جبت كده قطعة كبيرة من السمنة او الزبدة البلدي، وقطعة توم كبيرة، ومعلقة كزبرة، وكمان ابتديت ان انا اقلب التومة لحد لما شميت ريحة التومة كده لما اتحمصت، ونزلت بكمية المرقة المناسبة للملوخية. الملوخية الكمية اللي انا هستخدمها النهاردة دول 400 جرام. 400 جرام عرفت منين؟ لان انا النهاردة بستخدم ملوخية فروزن، لان ما عنديش الحقيقة ملوخية خضرة يعني طازة، فاستخدمت فروزن وضفت ليها نص معلقة من السكر، بتديني طعم وريحة حلوة قوي. ودي الفراخ بتاعتنا اللهم بارك، بعد بقى ايه ما سبتها على الشواية واخدت وتدي كده مع بعضها، وكانت ريحتها فوق الروعة. عملت اكلة متكاملة، اخدت الشوربة او المرقة عشان اعمل بيها ملوخية، وكمان عملت لهم اللي هم عايزينه بالفراخ المشوية. تقدري كمان انت بدل ما تعملي ملوخية تعملي محاشي، تعملي بقى اي حاجة باستخدام الشوربة اللي عندك. ودي البطاطس اللي انا دايما بعملها في الاير فراير او في الفرن، بعملها من غير ما بقشرها وبقطعها لقطع سميكة زي ما انتوا شايفين معايا كده، ورز وملوخية وفراخ وحركات. انا كده خلصت فيديو النهاردة.